بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم الدرس الرابع بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي. أهداف الدرس اليوم يا شباب، يجب في نهاية هذا الدرس أن يتعرف الطالب على كيفية يعرف أدوات التواصل، يعرف ويتعرف على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، يتعرف على قواعد الأمان أثناء استخدام تقنيات التواصل عبر الإنترنت، وأن يتعرف على قواعد الأمان أثناء اللعب على شبكة الإنترنت، وأن يتعرف على قواعد الأمان أثناء تحميل ورفع المواد عبر الإنترنت. الآن مع الهدف الأول يا شباب، أدوات التواصل. شباب الآن أصبح العالم مفتوح، الآن أصبحت شبكات التواصل متعددة، فأدوات التواصل يا شباب هي وسائل مختلفة نستخدمها للتواصل مع أصدقائنا وزملائنا ومعلمينا والمجتمع المدرسي. نستخدم هذه الأدوات للتواصل وكذلك في تبادل المعلومات بأنواعها كالصور ومقاطع الفيديو والمستندات. هناك تطبيقات أصبحت منتشرة الآن مثل تطبيق الماسنجر والواتساب، هذه تتيح لنا هذه التطبيقات التواصل المتزامن الفوري، نبادل المعلومات، نبادل الصور، نبادل الملفات. أيضا هناك بعض الوسائل أصبحت الحديثة الآن مثل مايكروسوفت تيمز اللي أصبح الآن يعني متواجد على كل جهاز، يفيدنا بالتحاور والمناقشة في المواضيع المختلفة. الآن أصبحت منصات وزارة التربية والتعليم كلها تيمز، رفع ملفات، شرح دروس. أيضا تتوفر الآن هناك يعني تطبيقات مشهورة وشهيرة جدا كالفيسبوك والتويتر والإنستجرام، هذه الوسائل أصبحت يعني يتبادل الناس الأفكار والأخبار والصور ومقاطع الفيديو عن طريق هذه التطبيقات المختلفة والمتنوعة. شبكات التواصل الاجتماعي يا أولاد لو حبينا نعرفها، هي شبكات يستخدمها الأفراد للتواصل الاجتماعي للتعبير عن أفكارهم أو مشاركة بعض الأحداث، في ذلك مشاركة الصور والفيديو، وتمكن هذه الشبكات مستخدميها من التفاعل بالتعليقات والإعجابات حتى المشاركة. فلنستعرض معا بعض هذه الشبكات الآن. من أهم هذه الشبكات والواسعة الانتشار شبكة التواصل الفيسبوك، ملايين بل مليارات يتواجدون على هذه الشبكة، شبكة الفيسبوك. وهذه الشبكة تمكن المستخدمين، أستطيع أن أنا أنشئ ملف تعريفي خاص بي على هذه الشبكة، أيضا أستطيع أن أكتب اهتماماتي الشخصية، أستطيع أن أنا أنشئ مجموعات جروبز ونتناقش ونتبادل الآراء. أيضا على شبكة الفيسبوك أن نستطيع أن نتشارك المعلومات الشخصية. أيضا من الأشياء المهمة جدا في شبكة التواصل الفيسبوك التواصل مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم. أيضا تتيح لنا شبكة الفيسبوك المحادثة الفورية، هذه كلها من الأشياء التي من الممكن أن تقدمها لنا شبكة التواصل الفيسبوك. أيضا يا شباب تويتر، أصبح تويتر الآن من أشهر شبكات التواصل، هو شبكة اجتماعية ناجحة تتيح لمستخدميها كتابة رسالة قصيرة، وهذه ميزة تويتر. بنكتب تويت
صغيرة أقول لك تويتس أي تغريدة بقوم بإنشائها في ينشئها المستخدم في التويتر، وأستطيع أن أنا أنشئ ملف شخصي مختصر ويكون لي فلورز يعني يكون لي متابعين بدل من الأصدقاء في الفيسبوك، يعني يتابعوا كل التغريدات الصغيرة التي أكتبها ويتم مشاركتي في هذه التغريدة. أيضا هناك الآن دخلت بقوة تطبيق انستجرام، هذا التطبيق الذي يهتم بالصور ومقاطع الفيديو عبر الهواتف الذكية، والآن يستخدم بصورة كبيرة جدا ويعني منتشر التسويق الآن الإلكتروني، يستخدم برنامج الانستجرام مشاركات المشاركين والإعجاب والتعليق. بعد انتشار هذه الشبكات وهذه التطبيقات يا شباب، يعني كما أن لهذه التطبيقات يعني إيجابيات يعني كثيرة جدا جدا، أصبح هناك تخوفات وأصبح هناك قلق في البيوت من يعني شبكات التواصل والمشاكل الكبيرة اللي تسببها هذه الشبكات دون معرفة الضوابط ومعرفة الأساليب التي يمكنك أن تتعامل. ولدي الحبيب، ابني الغالي، هناك قواعد، ركز معي حتى لو لم يكن هذا هو درس يعني دراسة، إنما هو نصائح شخصية يعني أنقلها لك وأنقلها لأسرتك. قواعد الأمان يا شباب، طالما دخلت، دائما أقول أنت حينما تدخل على الإنترنت فأنت الآن في مكان خطر، ينبغي أن تتحفظ وينبغي أن تحافظ على نفسك وعلى أسرتك، لأنه مكان مجهول لا تعرف ما وراءه. فأنا أقدم لك نصيحة وأقدم لك قواعد الأمان أثناء استخدام التقنيات التواصل عبر الإنترنت. لابد أن تقوم حينما تستخدم الإنترنت، ينبغي أو مواقع أو شبكات التواصل، أن تستأذن والديك. أقول للوالد أقول للوالدة أن أنا بستخدم الواتساب، بستخدم الانستجرام، بستخدم الفيسبوك، ويكونون على علم تام بما تقوم به. أيضا من القواعد يا شباب أن دائما تستخدم اسم مستعار، لا تقل حمد كذا، ولا تقل اسمك الكامل، ولا عائلتك، ولا مكان سكن، أبدا أبدا لا تستخدم إلا اسم مستعار كالأسد أو كالشجاع أو كالبطل، أي اسم أن يكون مستعارا. أيضا تستخدم كلمة مرور قوية حتى لا يقوم أحد باقتحام الباسورد بتاعك أو يدخل على موقعك الشخصي ويعني يتعامل ويأخذ صورك ومقاطع الفيديو، فهذه مهمة جدا. أيضا يا شباب لا تشارك، رقم 4، لا تشارك أبدا معلوماتك الشخصية، عنوانك، لا تقل لأحد إني أسكن في هذا المكان، ولا تعطي كلمة مرور أو أرقام هواتف أو أي معلومات عنك أو عن أسرتك. رقم 5 من الأشياء المهمة جدا جدا، ابني الحبيب، إذا تعرضت إلى أي مشكلة أخبر والديك. إذا راسلك أي إنسان غريب يطلب منك طلب غريب، مباشرة بادر إلى والديك، هم أحب الناس إليك، والدك ووالدتك، مباشرة أخبرهم بكل شيء، صار لي كذا وكذا وكذا. مرة تانية يا شباب، ركز في الخمس نقاط قواعد الأمان في التعامل مع شبكة الإنترنت. أيضا هناك قواعد يا شباب في تحميل ورفع المواد عبر الإنترنت. الأولاد الآن مساكين، يدخل مباشرة يقوم يعني بتحميل الألعاب دون يعني دون أي تفكير، مجرد يأتي له أي رابط لعبة أو رابط فيديو أو رابط، مباشرة يقوم بتحميله على جهاز الكمبيوتر، وهذا خطر كبير جدا. فهناك قواعد للتحميل. أول شيء يا شباب، بعد إذنك
قم بتحميل البرامج وغيرها من الصور تحت إشراف والديك أو من ينوب عنهما أو معلمك. خد بالك في أشياء غير قانونية كثيرة، يعني تعرضك لأشياء قانونية. أيضا يا شباب، في تحميل أي شيء استشر والديك أو معلمك حول المواقع. ما تدخل أي موقع، هناك مواقع مشبوهة، هناك مواقع يعني تضر بجهازك وتضر بنفسك وتضر بأسرتك، فاستشر والديك ومعلمك حول هذه المواقع. أيضا تأكد أن على جهازك أنتي فيروس، برنامج مكافحة فيروسات، لأن عندما تقوم بتحميل أي برنامج من الممكن أن يكون مصحوب بهذا البرنامج فيروس يدمر لك ملفاتك وصورك وأغراضك الشخصية على الجهاز. أيضا يا شباب، نتجنب رفع الصور الخاصة أو صور شخص غيرك على وسائل التواصل. إياك أن تأتي بصورة شخص وترفعها، هذه تضر قانونيا. يا أخي صورك، صور أسرتك، حافظ حافظ. أيضا يا شباب، من الأشياء المهمة احترم خصوصيات الآخرين، لا تتعدى على يعني صور الغير، لا تنشر أي شيء دون استئذان، لا تأخذ شيء لا تملكه وتنشره وتسنده لنفسك. هذه قواعد تحميل ورفع المواد أو البرامج. أخيرا يا شباب، هناك قواعد الأمان أثناء اللعب على شبكة الإنترنت. الآن ابتلينا بالألعاب الجماعية، فورتنايت وغيرها وغيرها وغيرها. الآن هناك قواعد ينبغي عليك ولدي الغالي أن تلتزم بها حينما تلعب على شبكة الإنترنت. القاعدة الأولى، نلتزم تماما بالقواعد التي يضعها والديك أو من ينوب عنهما فيما يتعلق بألعاب الحاسوب. يقول لك والدك لا تلعب كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، اسمع كلام من هو أكبر منك. تأكد من اتباعك للتعليمات التي ذكرناها سابقا. استخدم أنتي فيروس، برامج مكافحة الفيروسات. خلي الكلمة المرور محدثة وقوية باستمرار. أيضا يا شباب، من قواعد اللعب استخدم صورة رمزية، لا تضع صورتك الشخصية الحقيقية ولا اسمك، استخدم اسم مستعار حتى لا يعرف غيرك معلومات عنك وهم أصلا يعني لا يمتون إليك بصلة، لا أقارب ولا معارف. أيضا من قواعد أثناء اللعب، تجنب استخدام الكاميرا، لا تفتح الكاميرا لأحد لا يعرفك. المحادثات الصوتية، أشخاص لا تعرفهم أثناء اللعب من الممكن أن يكونوا أكبر منك سنا وأن يعني يزيدون في المحادثات بينك وبينهم، وتحدث ألفة، يسألونك عن أفراد أسرتك، يسألونك عن أسرارك الشخصية. أيضا لا تقبل أبدا لقاء أي شخص لا تعرفه. أجلس ألعب فترات طويلة مع بعض الأشخاص ويعني يسيرون لك أصدقاء، تقول من هذا؟ والله هذا صديقي ألعب معه منذ 6 أشهر أو منذ سنة كاملة. أبدا لا تقول له أي سر من أسرار أسرتك، لا تخبره بأي معلومة. عالم الأنترنت عالم وهمي، لا تعرف من أمامك، حتى لو يعني تظاهر بالشكل الطيب وتظاهر بالأسلوب الناعم. احذر ولدي الغالي هذه القواعد وهذه النصائح. أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ والديك وأن يجمعنا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.